السلام عليكم، ازيكم؟ حضر معاكم في الفيديو ده النهاردة وصفة تحفة جدا جدا للكشري المصري. وصفة تحفة وسهلة قوي، هنعملها في حلة واحدة بتركات بسيطة جدا جدا تسهلوا علينا وتخلينا نعمله في ساعة. يعني لو على بالنا نقوم نعمله دلوقتي هنقوم على طول، مش هياخد مننا اي وقت. اول حاجة في الكشري واشهرها البصل. انا مستخدمة بصل اللي هو الاحمر عشان طعمه بيبقى مسكر شوية، ومقطعاه انصاف دوائر بالشكل ده. مستخدمة رز ابيض منقوع حوالي نص ساعة، وعدس كمان منقوع حوالي نص ساعة في مية مغلية، وحواريكو دلوقتي نقعته ازاي. هستخدم شعرية، طبعا كميات العدس والرز والشعرية نسب لبعض حسب رغبتكو، يعني يمكن بتحبوا الشعرية تكون اكتر او العدس اكتر حسب ما تحبوا. انا تقريبا بستخدمهم التلاتة قد بعض، تمام. وهستخدم كمان طبعا الغني عن التعريف المكرونة. هستخدم اي نوع مكرونة نحبه، سواء مكرونة بنا او مكرونة سباجيتي او مكرونة اللي هي المعوجة شوية، مش فاكرة اسمها، المكرونة المرمرية اللي هي بتبقى حلقات صغيرة قوي، حسب ما نحب. اي نوع مكرونة متوفر عندكو او حابين تشكلوا كذا نوع مع بعض اللي يريحكوا تماما. انا هنا استخدمت المكرونة المرمرية اللي هي الحلقات الصغيرة بالشكل ده، ومعاها شوية اسباجيتي، تمام، برضو كمية المكرونة حسب رغبتكم. هستخدم بقى طماطم، يعني حوالي نص كيلو طماطم متقطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. النسب والحاجات كلها حسب رغبتكم، زي ما قلنا دي هتعملي حوالي كوباية ونص من عصير الطماطم المركز. هحتاج كمان صلصة طبعا اللي هي معجون الطماطم، خصوصا لو الطماطم بتاعتكم مش حمرة. هحتاج التوابل الأساسية بتاعتي، بابريكا، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل اسود، وملح وبس، وطبعا توم بقى، يعني مثلا راس توم او اكتر حسب ما نحتاج. ده العدس بتاعي بعد ما غسلته، غطيته كده بزيادة شوية بالمية المغلية، شايفين غطيته قد ايه. انا غسلته ونقعته في المية العادية حوالي 10 دقايق، وبعدين صفيته ونقعته في مية مغلية حوالي نص ساعة. لقيت كميته زادت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقى جاهز للشغل معانا، مش محتاجين نسلقه خالص، هنشتغل بيه على طول. اول حاجة في الحلة اللي احنا هنعمل فيها الكشري، هنحط فيها كمية مناسبة من الزيت بحيث يكون زيت غزير بالنسبة للبصل. هننزل فيها البصل زي ما انتوا شايفين، انا بفرفته من بعض، يعني بفكه كده، بفك الحلقات من بعضها عشان ينزل ياخد لون حلو ويبقى مقرمش وحلو معايا. نقدر نغلفه وهو ني كده، يعني قبل ما ننزله في الزيت بمعلقة من النشا او معلقة من الدقيق، ده حاجة اختيارية وحسب ما تحبوا. انا جربتها بالنشا ومن غيرها وما حسيتش بفرق كبير بصراحة، فما بقتش اعملها. شايفين شكله عامل ازاي؟ انا عايزة اشغل لكم الصوت بتاع الكليب ده علشان تسمعوا صوت القرمشة، خطير جدا، يعني ما حصلش حاجة كده، تحفة، رائع، ولونه حلو ومظبوط وطعمه رهيب. بحب احط عليه بعد ما يبرد حاجة بسيطة كده، يبرد من السخونية بتاعته، رشة من الملح ورشة من الكمون، وقلبه كده في بعضه عشان يبقى هو كمان متبل وطعمه حلو جدا. وبس خلاص كده البصل جاهز معايا. في نفس الحلة بقى انا شطفتها او نزلت الزيت، استخدمت الزيت على جنب، حطيته في بولة كده على جنب. نزلت معلقة كبيرة من زيت البصل او اكتر، يعني شوية كده من زيت البصل، ونزلت فيها الشعرية، وهقلبها تقلبتين عشان تتحمر وتاخد لون حلو. اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده اللي هي نصها يبقى جولد كده شوية، وفي شوية منها شبه نية ما تحمرتش خالص، وده بيدي نتيجة حلوة قوي وطعم حلو كمان. بلاش توصلوها للون البني عشان لو زودتوا عليها المية بعد كده تلاقوها بتتحرق وطعمها مش حلو ابدا. بعد كده حطيت عليها الرز وهقلبهم حلو قوي، ياخدوا طعم الزيت كده ويتقلبوا، وبعدين العدس كمان، وكله تغلف معايا بالزيت بالتقليب. حطيت فلفل اسود وملح ورشة من الكمون، وبس خلاص كده بقى جاهز معايا. هنزل عليه المكرونة زي ما قلنا الكمية اللي نحبها، وكمان هنزل عليه مكرونة شوية اسباجيتي حسب طبعا ما تحبوا، ممكن تبقى بينا او اي حاجة تانية زي ما قلنا. اوكي، وهغطيها بمية مغلية او مية حتى عادية، بس انا بحبيت احط مية مغلية زيادة بحوالي 2 سنتي فوق الكمية دي، يعني يبقى المية مغطيها 2 سنتي او سنتي ونص. وبس كده نبدأ نحضر الصلصة بتاعتنا بقى.
حطيت معلقتين برضو كبار من زيت البصل، نزلت فيهم بصلة صغيرة مفرومة او متقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، وحوالي 5 أو 6 فصوص ثوم بفرمها بقى باي شكل اللي تحبوه، اللي هم حوالي معلقة كبيرة مليانة من الثوم المفروم. وبعدين هنزل عليها حوالي ربع كوباية من الخل، والخل هنا مهم قوي 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 لان هو ده اللي بيدي طعم صلصة الكشري اللي بتبقى مختلفة عن اي صلصة بتاعت اي طبخة تانية او مكرونة او اي حاجة. بعدين هنزل معلقة كبيرة تقريبا او معلقتين كبار من صلصة الطماطم اللي هي المعلبة، وبعدين عصير الطماطم. طبعا كمية برضو صلصة الطماطم وعصير الطماطم حسب الكمية اللي انتوا حابين تعملوها. نزلت بقى البهارات بتاعتي، البابريكا، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل اسود، وكمان الملح. وبعدين هزود شوية مية لان الصلصة دي هتأثر، يعني هتقصر كده وتقل شوية، تبقى كوندنسد كده مركزة، فانا محتاجة ازود لها مية. انا حسيت ان هي لونها فاتح فحطيت لها كمان معلقة من صلصة الطماطم، ده حسب برضو درجة الطماطم بتاعتكم، يعني انا الطماطم في الغالب بتبقى لونها فاتح شوية اورنج كده مش حمراء قوي، فبحتاج ازود في صلصة الطماطم. اوكي، بعد كده هنحضر بقى الدقة بتاعتنا، طبعا الغنية عن التعريف واهم حاجة تقريبا في الكشري بالنسبة لي. هحط برضو معلقتين كبار من زيت البصل وعليهم شوية ثوم مفروم بقى، يعني مثلا معلقتين ثوم مفروم، تمام، وهقلبهم تقلبتين. وبعدين بعد ما يتشوحوا ويطلعوا ريحة حلوة كده، حط عليهم حوالي ربع كوباية من الخل وعصير ليمونة، وبعدين هنحط رشة من الكمون والبابريكا والملح، طبعا نظبط الملح بتاعها ونزودها حوالي ربع كوباية من المية وبس، خلاص تاخد غالية واحدة بس وخلصت. في مكانها انا بقى فضيتها في حاجة تانية، وفي مكانها حطيت برضو تاني زيت بصل عشان نحضر الشطة بقى. وفي زيت البصل حطيت معلقة كبيرة تقريبا مش مليانة قوي من بودر الشطة، وحوالي رشة كده من البابريكا، ومعلقة كبيرة مليانة من صلصة الطماطم اللي هي المعلبة، وفص ثوم مفروم، شوية خل، وبعدين زودتها مية وحسبها تاخد غالية كده. هنلاقيها فصلت ودتني طبقة زيت على الوش، هو ده زيت الشطة اللي انتوا شفتوه ده. هنا الكشري بقى استوى، مش قادرة اوصف لكم، يعني مفلفل او مفرفط اللي هو مش لازق في بعضه ابدا ولا في اي تعجين خالص في الموضوع. شايفين شكله عامل ازاي؟ كأنه بجد معمول في كذا حلة مش في واحدة، يجنن وفظيع جدا جدا. لو انتوا حابينه يبقى في شوية تعجين ممكن ترشوا شوية مية كمان وتسيبوه يستوي زيادة. هنقدم بقى كل الحاجات التحفة اللي عملناها دي مع بعضها، نرش الصلصة، البصل، يعني مش قادرة اوصف لكم يومي ازاي. طعم تحفة ويجنن وسهل قوي ومخدش وقت ابدا ابدا، يعني تقفوا في المطبخ كده نص ساعة ساعة تكونوا عاملين كل حاجة. شايفين شكله رهيب ازاي وخطير جدا جدا. طبعا نرش بقى الدقة في الاخر. جربوه، مستنية تطبيقاتكم، بإذن الله يعجبكم. وبالهنا والشفا.